الرئيس السيسي يؤكد حرصه على تطوير التعاون مع باكستان، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف. الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات مع فرنسا لمواجهة التحديات، خاصة ما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط. شكري يتوجه إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر وللمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي بشأن سد النهضة. منتصف ليلة القاهرة، العاشرة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع باسم طبان. أهلا بك باسم. أهلا بك نهى، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا رازا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما استقبل الرئيس السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، حيث أكد الرئيس ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة القادمة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسفير الباكستاني بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى رئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ومن ثم الأهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي، أخذا في الاعتبار تسمين مصر لدور باكستان قيادة وشعبة كدولة محورية في المنطقة. من جانبه نقل الفريق أول نديم رازا إلى السيد الرئيس تحياتي كل من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتطلع إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، ومشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل. كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة السيد الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الواعية في محيطها الإقليمي لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً في دورها الهام في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة أعمار غزة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون في مجال الدفاع والصناعة العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة التي كان آخرها تدريب حماة السماء واحد. كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كل من السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي لومير نقل إلى السيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر وحرص فرنسا على الاستمرار في دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات، وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤكداً سيادته ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع فرنسا وتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، وفي ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب. كما شهد اللقاء التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصة في ضوء السوق المصري الواعد والواسع الذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد السيد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل الذي تتمتع به مصر حالياً، وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر. كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون، وتم التوقيع على اتفاق يتعلق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ نحو 1,700,000,000 يورو لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة. كما تم التوقيع على اتفاقيين، الأول مبسط والآخر تنفيذي، بشأن برنامج دعم الموازنة والمقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 150,000,000 يورو لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم أيضا التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر بتمويل بمبلغ 12,000,000 يورو. هذا وتتميز العلاقات المصرية الفرنسية بأسس استراتيجية راسخة تستند إلى الثقة المتبادلة بين البلدين، وتتعدد صور التعاون والعلاقات بين القاهرة وباريس لتشمل المجالات كافة خاصة فيما يتعلق بالتعاون السياسي والاقتصادي والعسكري. روابط تاريخية أسست عليها العلاقات المصرية الفرنسية والتي استندت إلى صداقة وثقة متبادلة نمت عبر سنوات عدة على مختلف المستويات. تعدد الزيارات المشتركة بين رئيسي البلدين يعكس قوة العلاقة التي تجمع القاهرة وباريس، حيث يكاد يكون معدل الزيارات المتبادلة سنوية.
كانت آخر زيارة للرئيس السيسي إلى فرنسا في مايو الماضي، حيث شارك في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية للسودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، كما عقد مباحثات مع الرئيس ماكرون تناولت العديد من الملفات محل الاهتمام المشترك. على المستوى الاقتصادي تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2020 نحو 1.6 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 412 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة من فرنسا 449 مليون دولار. على المستوى العسكري نفذت مصر وفرنسا العديد من التدريبات العسكرية المشتركة سواء في المجال الجوي أو البحري، كما أبرمت البلدان عددا من الاتفاقات العسكرية آخرها تزويد القاهرة ب30 طائرة من طراز رافال. وفي تصريحات له عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو رومير عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر. a toujours eu une coopération économique et financière très étroite et très amicale avec l'Égypte. تعلمون أن فرنسا تحافظ على تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر. Mais depuis la visite d'État du président Sisi en France en décembre dernier, le président de la République française Emmanuel Macron a décidé de faire de l'Égypte notre partenaire stratégique en matière économique. تعلمون أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع مصر، ولكن بعد عقب الزيارة الدولة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية المصري في ديسمبر الماضي إلى فرنسا، قرر السيد رئيس الجمهورية الفرنسي الرئيس ماكرون بأن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مصر. Et les contrats que nous avons signés aujourd'hui, sur lesquels nous allons travailler dans les mois à venir, marquent ce partenariat stratégique entre nos deux pays. وفي هذا السياق تأتي الاتفاقات والعقود التي قمنا بتوقيعها اليوم والتي تعزز وتأتي تجسيدا لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا. وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن القيمة الإجمالية للعقود والاتفاقيات التي تم توقيعها تصل إلى نحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات. Ils sont le fruit de 6 mois d'efforts et de travail intense entre les équipes du ministère de l'économie et des finances et les équipes du gouvernement égyptien que je tiens à remercier. وهذه العقود والاتفاقات تأتي ثمار ل6 أشهر من العمل الشاق والكبير الذي قامت به وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بالتعاون مع نظرائها من المسؤولين المصريين، الذي أود أن أتوجه إليهم بجزيل الشكر. Ces contrats représentent un montant total de près de 4 milliards d'euros. C'est dire l'importance de ce qui a été signé aujourd'hui et des accords qui ont été conclus à l'occasion de cette visite. وهذه العقود والاتفاقيات قيمتها الإجمالية تصل إلى حوالي 4 مليارات يورو، وهذا يدل على أهمية هذه الاتفاقيات وهذه العقود. La France s'engage d'abord à apporter 55 lignes de métro pour la ligne 1 du Caire. تلتزم فرنسا من خلال هذه الاتفاقيات بتوريد 55 عربة قطار في إطار تجديد الخط الأول من المترو القاهرة. Et elle fera un effort financier considérable en apportant près de 800 millions d'euros de prêts concessionnels du Trésor pour financer ces 55 rames de métro. وستقدم فرنسا جهدا ماليا استثنائيا قوامه حوالي 800 مليون يورو في صورة قروض بتسهيلات مقدمة من جانب الخزانة الفرنسية من أجل تنفيذ تجديد هذا الخط الأول من مترو القاهرة. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية على حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات. عقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة. كلف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بإعداد عرض متكامل عن مخططات تطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى والتكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الأعمال لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة. وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى تكليفات الرئيس السيسي والخاصة بالاهتمام بتطوير المحاور المرورية بمناطق غرب القاهرة الكبرى لتتكامل مع ما يحدث من أعمال للتطوير ولرفع كفاءة المحاور بمناطق شرق القاهرة الكبرى. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التعليم الفني لارتباطه الوثيق بتخريج متخصصين في عدد من المجالات الفنية يمكن الاستفادة منهم في القطاع الصناعي وغيرهم من القطاعات الفنية المتخصصة، وهو ما يمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات. جاء ذلك خلال عقده اجتماعا لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني. وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني في مصر قفز من المركز 113 في عام 2017 إلى المركز 80 خلال عام 2020 لدى مؤشر المعرفة العالمية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا في 5 يناير لهذا العام، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة القادمة لدفع مجالات التعاون الثنائي. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك. كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين. هذا ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن
محمد بن عبد الرحمن الثاني. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة غدا الثلاثاء لبحث تطورات قضية سد النهضة. وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده في الدوحة يوم غد. تحركات متواصلة على المسارات والأصعدة كافة وجهود مستمرة تتخذها مصر بشأن قضية سد النهضة، وذلك للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. المزيد بشأن هذه الجهود نتابعه في العرض التالي مع الزميل محمود السعيد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العرض السريع للتحركات المصرية الأخيرة لحل أزمة سد النهضة. بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات السد التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي عقدت مطلع إبريل الماضي في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بسبب غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف، تحركت الدولة المصرية في خطة منسقة لتوضيح موقفها الثابت من تلك القضية. في 27 من مايو الماضي قام الرئيس السيسي بزيارة إلى جيبوتي، التقى خلالها بالرئيس إسماعيل عمر جيلة، وأكد خلال اللقاء على حتمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع. مع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة، استقبل الرئيس السيسي في 26 من مايو وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، وتناولت المباحثات عدة ملفات من بينها ملف سد النهضة. وأكد الرئيس في هذا الشأن على تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. زيارة بلينكن إلى مصر سبقها جولة قام بها المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فليتمان إلى المنطقة في 5 مايو للتباحث حول أزمة سد النهضة، والتقى في القاهرة بالرئيس السيسي وعدد من المسؤولين. وأكد الرئيس في هذا الصدد أن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددا على أن القاهرة لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها. لم تكن الكونغو الديمقراطية بمنأى عن الملف كونها تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، ولهذا حل رئيسها فيليكس تشيسيكيدي ضيفا على مصر في 8 مايو والتقى بالرئيس السيسي، وتصدرت أزمة سد النهضة مباحثات الرئيسين. وشدد الرئيس خلال اللقاء على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود. التحركات الرئاسية في ملف سد النهضة تزامنت مع جهود حثيثة لمؤسسات الدولة في هذا الشأن، ففي 18 أبريل قام وزير الخارجية سامح شكري بجولة إفريقية حاملا رسائل خاصة من الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن. واستمرارا للتشاور القائم بين مصر والسودان في مختلف القضايا وعلى رأسها سد النهضة، عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي جلسة مباحثات في العاصمة الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء، كما عقدا جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي للسد، وأكدا أهمية التنسيق على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نظرة سريعة على تسلسل التحركات الأخيرة لمصر لحل أزمة سد النهضة. شكرا لكم على حسن المتابعة. نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عضو المبادرة الإفريقية النيل من أجل السلام مؤتمرا صحفيا عن أنشطة المبادرة والتي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كامبالا في إبريل 2021،
وقد تناول المؤتمر عرضا لأنشطة المبادرة في دول الأعضاء، كما تم تناول الأنشطة المستقبلية المتوقع القيام بها لتدعيم رؤية المبادرة الساعية للوصول لحلول سلمية للأزمة الأكبر في القارة حاليا. وتم التأكيد على أن التنمية في إثيوبيا يجب ألا تكون على حساب شعبي مصر والسودان، وأن حياة الشعوب ليست مجالا للتفاوض وضرورة الاحتكام للمواثيق والمعاهدات الدولية. وأضعت المؤسسة إلى ضرورة وقف عملية الملء الثاني لسد النهضة حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي ويضمن حق الأجيال القادمة في المياه. تتواصل جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويع المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة. وقد أسفرت هذه الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 243 عنصراً إجرامياً بنطاق 14 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 164 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 597 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 783 قطعة سلاح ناري أبرزها 143 بندقية و89 بندقية آلية و38 مسدسا و512 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و100 خزينة، إضافة ل 1256 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش تصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 446,441 حكما قضائيا بإجمالي 40,286 متهما، من بينهم 1,800 حكم جناية و164,434 حكم حبس و217,342 حكم غرامة و62,865 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهماً قاموا بارتكاب 70 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 77 حادث ما بين قتل عمد والسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,328 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,443 متهماً وبحوزتهم أكثر من 205 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1,011.5 كيلوغرام
من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين قاربت 34.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 24 كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، وعدد 67172 قرص مخدر. يناقش اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار 3 أيام أهم القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، ومن تلك القضايا التحول الرقمي ومكافحة الإرهاب والرعاية الصحية. 3 أيام من الجلسات لأهم الملفات التي تهم القارة السمراء تستضيفها القاهرة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام لأهم القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية والعليا. تم التوجه بشدة إلى المحاكم الإلكترونية وكيفية التعامل مع آليات التقاضي من خلال منظومة إلكترونية، فكان ديها يعني في صابس أو في شغل كتير ممكن يتم في هذا المجال. موضوعات الاجتماع تناقش أهم الملفات الدولية، منها التحول الرقمي والعدالة الإلكترونية ومكافحة الإرهاب والاقتصاد الأخضر والرعاية الصحية والتحديات التي تواجه القضاء وخصوصا بعد جائحة كورونا. إزاي أن مصر استطاعت بعد الجائحة أنها تحقق نمو وتنمية مستدامة من خلال ان احنا طبعا وزننا بشكل كبير جدا بين الحفاظ على صحة المواطن وفي نفس الوقت استمرار عجلة النشاط الاقتصادي. استعرضت مع السادة المستشارين الأجلاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية استراتيجية مصر في إقامة منظومة عدالة مصر الرقمية. مواد كتير في الدستور كانت مخصصة لحماية البيئة، للحرص على الشواطئ، للحرص على المصادر الثروة الطبيعية، للحرص على المحميات الطبيعية وحماية الدولة لكل ده. وفود من 40 دولة إفريقية من رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية العليا مع مراقبين دوليين وسفراء دول إفريقيا يعكس تعاون القارة الذهبية نحو تحقيق التنمية الإفريقية. نهتم كثيرا بالمشاركة في مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية، لأن هذا المؤتمر وهذا التجمع هو مهم جدا لتوحيد الآراء وتوحيد التوجهات وتوحيد التشريعات التي تحكم قارتنا. والمجتمعات كلها في كل البلاد الأفريقية بتحتاج إلى المحاكم الدستورية لأنها هي التي تؤدي إلى استقرار البلاد. باجتماعنا في كل سنة بيكون بقصد الاستفادة من تجارب الآخرين. عندنا مشاكل في بلادنا بتواجهنا، بنشوف الحلول كيف كانت في الدول الأخرى، ثم نحاول نكتسب خبرات ونجمع هذه الخبرات في بوتقة واحدة. ونحن مبتهجين ياسر بمشاركتنا وبتبادل الآراء ما بين رجال القانون في خصوص مسائل قانونية ذات طبيعة دستورية، وهذا من شأنه باش ينمي العلاقات ما بين البلدان الإفريقية على غرار المؤتمر هذايا اللي يضم البلدان الإفريقية. نظمت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة هذا الحدث الإقليمي وسط إجراءات صحية وتأمينية لتكون مصر الأم الحاضنة حتى مع جائحة يحاربها العالم. تحت عنوان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 3 أعوام من البناء، نظمت التنسيقية صالونا سياسيا تضمن مناقشات مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين وتنمية الحياة السياسية والحزبية وعلاقة التنسيقية بالأحزاب. 3 سنوات على انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك التجربة السياسية التي تشاركها مجموعة من الشباب المصرية المهتم بالعمل العام من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية، كان الحلم بسيطا في غايته مليئا بالعمل والأمل في الطريق إلى تحقيقه. تجربة رائعة، تجربة أضافت للحياة السياسية المصرية، تجربة علمت الشباب كيف يكون الاختلاف. خلينا نتكلم على ما فترة ما قبل تنسيقية شباب الأحزاب، كان هناك تشتت، انسحاب، تبادل الاتهامات بالخيانة، الشباب على منضدة واحدة يتفقون ويختلفون لكنهم في النهاية على أرضية وطنية، وفي نفس الوقت هناك تعلموا كيف يختلفون، وهذه أعتقد فضيلة كبيرة في الحياة السياسية المصرية.
وتحت عنوان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 3 أعوام من البناء، نظمت التنسيقية صالونا سياسيا تتضمن مناقشات مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية. التنسيقية قدمت العديد من المبادرات، سواء البلط الأبيض، الوعي أمان، أبطالنا رموز العملة، كلنا بنساعد، العديد من المبادرات، العديد من البروتوكولات التي وقعتها التنسيقية مع المؤسسات والجهات والوزارات. من أجل إيه؟ من أجل إن احنا نوصل صوت هذا الشباب. النهاردة ونحن في الجمهورية الجديدة بنقول إن صوت هذا الشباب واصل، وكل النواب والأعضاء اللي بيمثلوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيحاولوا ينقلوا هذا الصوت، ينقلوا هذه الرؤية، يضعوا بأفكارهم وأطروحاتهم لبنة لبناء هذه الدولة، لبناء الوطن، لبناء الجمهورية الجديدة. المشاركون في الصالون تناولوا خلال حديثهم أهم مبادرات التنسيقية ووجودها في الحياة النيابية وما تقدمه للشباب وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية ومستقبلها وخططها القادمة. التنسيقية كان متميز منذ اللحظة الأولى وقبل أي استحقاق سياسي حصلت عليه التنسيقية. قدرنا نعكس أنه السياسة مش مصالح ومش مكتسبات، السياسة خدمة للوطن وهي أكبر من ذلك بكثير. دخلت لجنة العلاقات الخارجية، بدأت أطور من نفسي فيها، كنت بشتغل على ملفات كتير من ضمنهم أن أنا بجمع كل شهر الأخبار مصر، العالم بيتكلم بيقول إيه عن مصر. دي كانت فرصة بالنسبة لي كويسة جدا أن أنا في سن صغير كده أبقى أمين سر مساعد، وبصراحة ما كنتش متوقعة كده خالص. 3 سنوات استطاعت فيها التنسيقية تأسيس منصة للحوار الوطني تجمع شبابا من 25 حزبا وعددا كبيرا من الشباب السياسي في مختلف التخصصات ومن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، ولجان النوعية فنية تدرس كل ما يهم المواطن وتقترح حلولا حقيقية، وذلك إيمانا من شبابها بأن أي حوار سياسي يجب أن يؤسس على منظومة علمية تحترم التخصص العلمي والتقني، وذلك هو جوهر شعارها سياسة بمفهوم جديد. أيمن عماد، إكسترا نيوز. أكد المستشار عمرو ممدوح مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أن الإدارة أبلغت النيابة العامة بواقعة في العقار رقم 20 شارع المنصورة أو المنصور محمد بالزمالك، وتم التحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة. وقال المستشار عمرو ممدوح خلال مؤتمر صحفي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إن إدارة التنفيذ تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنهما.
أمر المستشار النائب العام بالتشغيل التجريبي للمكاتب الرقمية لخدمات نيابات الأسرة في القاهرة وعدد من المحافظات لتلافي أي ملاحظات قد تعيق العمل فيها، وذلك تمهيدا لافتتاحها فعليا. يأتي ذلك في إطار تفعيل النيابة العامة سياسة تحويل أعمالها رقميا، وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، حيث تقدم تلك المكاتب خدمات عدة من بينها قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذلك استخراج وثائق الحالة الشخصية واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصياغها التنفيذية وإعلامات الوراثة وغيرها. وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى المدينة السويسرية جنيف على رأس وفد من قيادات الوزارة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية الهامة. وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن برنامج الوزيرة خلال الزيارة يتضمن لقاءات بعدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والأممية الهامة، وذلك لمناقشة ملفات العمل المشتركة، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح مجاهد أن الوزيرة ستلتقي خلال زيارتها بمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لبحث سبل التعاون في عدد من الموضوعات، حيث من المقرر مناقشة المعاهدة الدولية للجوائح والتي تتضمن مجموعة من اللوائح المنظمة للعمل وتلتزم بها دول العالم حال حدوث أي جائحة أخرى، ومناقشة ملف تصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، إلى جانب مناقشة تحديات التوزيع غير العادل للقاحات عالمياً. أدى نفتالي بنت اليمين رئيسا لوزراء إسرائيل بعد أن صوت الكنيست بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لينهي بذلك رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة التي استمرت 12 عاما متتالية. وسوف يتولى بنت رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين، قبل أن يتولى يائير لاباد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بأمن إسرائيل، وأنه سيعمل مع حكومة إسرائيل الجديدة بعد أن أنهى البرلمان الإسرائيلي حقبة بنيامين نتنياهو والتي استمرت 12 عاما. وأضاف بايدن أنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتعزيز كافة أوجه العلاقات الوثيقة والدائمة بين البلدين. ورياضيا مشاهدينا، كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية، وكذلك متطوع مبادرة بينا من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية. جاء ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. وأكدت القباج أن المتطوعين هم قاطرة الوعي والمعرفة، خاصة خلال المرحلة القادمة،
ليعم خيرهم ونشاطهم في المناطق الأولى بالرعاية بالمجتمعات الريفية والمناطق العشوائية. المبادرة النهاردة كانت عن الفريق الذهبي من مبادرة بينا، فهي الفكرة أن الفريق الذهبي كان بيدعو عضوي مجلس النواب والشيوخ والأبطال البارالمبيين. أنا بالنسبة لي الأبطال البارالمبيين هم عندهم قصص نجاح وقصص تحديات كثيرة جدا، فإن إحنا نكون بنكرمهم، الفريق الذهبي بيكرم الفريق ذوي الاحتياجات الخاصة والفريق البارالمبي خصوصا إن هم عندهم دورة الألعاب البارالمبية إن شاء الله قادمة كمان شهر، فده شيء محفز جدا، وإن شاء الله نقدر ناخد من الفريق الذهبي شوية أبطال نرعاهم ونكتشفهم رياضيا. طبعا أنا سعيدة لتواجدي النهاردة، لأن طبعا كون وزيرة التضامن وزير الشباب والرياضة إن هما يكرموا الأبطال بتوعنا طبعا ده شرف كبير لنا، وإحنا الأبطال الموجودين النهاردة ده نموذج صغير من الأبطال اللي مسافرين إن شاء الله طوكيو 2021. مبادرة بينا بتقدم دعم لأولادنا داخل دور الأيتام عن طريق المتطوعين. النهاردة اللقاء كان عبارة عن مجموعة من أولادنا من الفريق الذهبي داخل الدور بيستقبلوا أبطالنا في ألعاب البرلمانية اللي هيتحصل إن شاء الله في طوكيو 2000 في شهر 7 الجاي. بنشد على أيادي ولادنا من مبادرة بينا اللي هم بيقدموا كل الدعم الحقيقة لمؤسسات الرعاية، وفي المقابل أيضا إن احنا طورنا من مؤسسات الرعاية أنفسهم شباب من المتطوعين تحت اسم الفريق الذهبي. هم الحقيقة أولادنا من دور الرعاية بقوا يتطوعوا في مبادرات ميدانية، بيزوروا أنشطة لذوي الإعاقة. حقق منتخب مصر الأولمبي انتصارا كبيرا على ضيفه جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد السويس الجديد في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد طوكيو. وسجل الأهداف أحمد ياسر ريان وصلاح محسن في الدقائق 17، 19، و23 من عمر المباراة. افتتح منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالفوز على منتخب كرواتيا بهدف من دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة القارية. ومنح الفوز منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في دوري المجموعات لليورو ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في انتظار نتيجة مباراة منتخبي اسكتلندا وتشيك المقرر إقامتها اليوم الاثنين. فازت النمسا على مقدونيا الشمالية والتي تشارك لأول مرة في بطولة أوروبا لكرة القدم 3-1 في مباراتهما الافتتاحية بالمجموعة الثالثة. وتستأنف النمسا مشوارها في البطولة بمواجهة هولندا في أمستردام يوم الخميس، بينما تلعب مقدونيا الشمالية أقل المنتخبات تصنيفا في البطولة ضد أوكرانيا في بوخارست. حقق منتخب هولندا الفوز على حساب نظيره الأوكراني ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا. وحصد المنتخب الهولندي نقاط المباراة الثلاثة ليحل ثانيا في المجموعة خلف النمسا بفارق الأهداف، وأمام أوكرانيا ثالث الترتيب ثم مقدونيا التي أتت من دون رصيد من النقاط. يواجه المنتخب الإسباني المنتخب السويدي اليوم الاثنين في مستهل مباريات المنتخبين في كأس الأمم أو أمم أوروبا. وأوقعت قرعة اليورو إسبانيا والسويد في المجموعة الخامسة في البطولة، ويتواجد معهما منتخب بولندا وسلوفاكيا.
ويعيش المنتخب الإسباني فترة تجديد في صفوفه، حيث يغيب عنه عدد من اللاعبين والذين لديهم خبرة كبيرة مثل سيرجيو راموس نجم ريال مدريد، وقد خرج سيرجيو بوستيكس من القائمة بعد إصابته بفيروس كورونا. مشاهدينا، ختام النشرة وتذكير لأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرصه على تطوير التعاون مع باكستان خاصة في مكافحة الإرهاب والتطرف. الرئيس السيسي يعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات مع فرنسا لمواجهة التحديات خاصة فيما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط. وشكري يتوجه إلى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر وللمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي بشأن سد النهضة. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قدمناها لحضراتكم نهى درويش وباسم طبانة. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم.